عاود يمشي لك مسيان اون بريفو دو فيرجنسيون مثل واي فرتي تقيل فترك ساحة عليك تقول لي نزيد نقول يزيك وقع قاعدة تكتونيك ونو نشو يسافاتي لازينا لهم قلو سد عينيهم للردو واحد ورا واحد جو والله غاغ يا كلبو من النجوم ومن الحساب التربة قاليهم الباب اللي غني واللي يشتح واللي مثل فوق المسر خميس حمى وزيت عبو عصام وإياد مشتاق وغسل ثومية حصلوا في الرجع أرضي اللي يبكي واللي سيح واللي شاهد واللي تيح من هذا الحزب العمال الكل يقف للزلزال قول حاجة ناك حمل همامي في الزلزال ضيع أولا هذا الزلزال يتم داخل أطر شرعية لذلك فالزلزال هو مناد جميع صحة شريبتكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الزلزال اليوم باش تشاهدوا في الزلزال زوز ضحايا من عائلة الشاب الزميل علاء منشط برنامج عندي ما نقول لك واللي حصلناه السنه الفارطه في فخ التمساح وعصام النائب في المجلس التاسيسي عن الحزب الجمهوري نسكتوا وسائل الاعلام نمنحهم من العمل هذا باش يمنع الارهاب من ان يتطور في بلادنا عصام الشاب جاكي العاد على اساس اجراء حوار في اذاعه موزايك وكان مرفوق بابنه غازي اللي قعد معنا في الكواليس مباشره بعد الرجل الخفيف والبلاغ اللي قراه ناجي بدات الرجل القويه الاولى وقت اللي واحنا عسكر كرذونا هذا لا دستور هذا لكن في كثير من الاحيان كانت المعارضه عسكر كرذونا لا في كثير من الاحيان وفي باب الدستور وفي ماده الدين اقنعنا ابن عصام الشابي باش يشارك معنا في الفخ اللي عملناه البو هكا قبل الغازي باش يلعب دور الضحية عند خروج والده من استوديو Yeah, I got you.
عصام رغم الخوف على ولده بقى باهت في الكاميرا واللي رغم الكارثة مازال تصور فيه. تخدموا حتى في الظروف هذه، ربي معكم ربي معكم. قوم الضحية الثانية لحلقة اليوم هو علاء الشاب اللي جاء على أساس الحديث على برنامجه على مواج مزيف. هذه منافسة مع احتيال. لا احتيال لا، هذه منافسة شريفة. والاحتيال مش متختصد شو احتيال هذه؟ احتيال تحت شكون؟ احتيال معناتها أنك أنت داخل بترسانة. بترسانة أي لا طبعا هي ديكار الضخم طبعا شو هذا؟ يا ولدي ها؟ ودي زلزال قوه. علاء من الرجة صغيرة الأولى نجز من بلاست وحاول الخروج، مما خلانا مباشرة ومن غير قراءة البلاغ نحطوه في مواجهة مع الزلزال. زعما كيفاش باش يتصرف علاء مع اشتداد الرجات؟ اقعدوا معنا بعد الفاصل.